العراقية الأمريكية في ظل الانسحاب العسكري الأمريكي الذي سيصبح حقيقة ثابتة نهاية الشهر الجاري. هل تكون الاستراتيجية المقبلة مبنية على مساعدة أمريكية لإعادة بناء العراق دولة ومؤسسات أم تكون علاقة عادية؟ كلها أسئلة حملها رئيس الحكومة نور المالكي إلى واشنطن، حيث أجرى محادثات شاملة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسؤولين كبار في إدارته. توجه بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي عرض فيه الزعيمان نقاطا عدة التقيا عند بعضها واختلفا عند بعضها الآخر. أحد المحاور في المؤتمر ركز على الانسحاب الأمريكي من العراق، وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة أن العلاقات العراقية الأمريكية لن تنتهي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، داعيا الشركات الأمريكية إلى القيام بالدور الأكبر في مساعدة العراق على استثمار ثرواته بالشكل الأمثل. من جهته هون الرئيس الأمريكي من احتمال أن يخلق الانسحاب الأمريكي فراغا في القوة قد تستغله إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبقى شريكا مخلصا للعراق مع الانسحاب. حصلنا على وعود وتسهيلات واتفقنا على كيفية إدامة وتطوير هذه العلاقة في المجالات الأمنية، لأننا نعتقد لازلنا بحاجة كل منا إلى الآخر للتعاون، وبالذات في ملاحقة وهزيمة القاعدة التي بدأناها والتي لم تهزم إلا في العراق. نتمنى أن نتمكن بالتعاون مع كل الذين يشعرون بخطر هذا التنظيم الإرهابي أن نتعاون لهزيمته. يجب أن يعلم الشعب العراقي ونحن ننهي هذه الحرب والعراق يواجه مستقبله، إنه لن يكون وحده، إن لكم في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما. نقيم شراكة مع العراق من أجل أمن المنطقة، وكما وعد العراق بعدم التدخل في شؤون دول أخرى على الدول الأخرى ألا تتدخل في الشؤون العراقية واحترام سيادة العراق. ومع أن التناغم بدا شبه واضح في مواقف الزعيمين فيما يتعلق بالوضع العراقي بعد الانسحاب، إلا أن التباين ظهر بقوة عندما تناول أوباما والمالكي الوضع في سوريا. ففي حين رأى رئيس الحكومة أنه ليس من حقه مطالبة رئيس دولة بالتنحي عن منصبه، أكد أوباما أن الرئيس السوري بشار الأسد خسر شوطا في إصلاح حكومته وفقد مصداقيته على استعادة شرعيته التي تآكلت. ليس من حقي أن أطلب من رئيس التنحي، لا نريد أن نمارس هذا الدور وأن نعطي لأنفسنا هذا الحق. العراق بلد على حدود سوريا، وأنا تهمني مصلحة العراق وتهمني مصلحة أمن المنطقة. أتمنى أن يحصل المطلوب للشعب السوري بدون أن تنعكس هذه التحولات العميقة على أمن العراق أولا، وأنا أعلم بأن البلدين بل بلدان المنطقة مترابطة فيما بينها، وينبغي أن تؤخذ أو يؤخذ جانب الحكمة في هذا الموضوع. حتى ولو كانت هناك بعض الاختلافات بين العراق والولايات المتحدة حول الشأن السوري، إلا أنني واثق من أن قرار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بشأن سوريا يصب في مصلحة العراق وسيادته، وليس مبنيا على ما تنصه إيران في هذا النحو. المالكي أظهر قدرة على اتخاذ مواقف صعبة جدا حتى ولو سببت له المشاكل مع جيرانه. وعلى هامش المؤتمر الصحفي كرر المالكي تأكيده أن العراق يعتمد كليا الآن على أجهزته الأمنية المحلية، لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن بناء القوات المسلحة العراقية يهدف إلى حماية السيادة الوطنية لا الاعتداء على الآخرين أو التجاوز عليهم. المالكي أضاف إن اللجنة العليا بين البلدين ستعقد اجتماعا ثانيا في واشنطن لتحقيق الرؤية المشتركة التي اتفق عليها في الاجتماع الأول الذي عقد في بغداد، مستدركا أن هذا القرار نابع من إرادة سياسية عراقية مستقلة.